السلام عليكم. اليوم اخوان ساريكم طريقة تسريع اي جهاز اندرويد تي في كيف ما كان. طريقة اخواني احترافية وستساعدكم كثيرا، خصوصا في تصفح الجهاز. بعض المرات يكون الجهاز يعني ثقيل شيئا ما، لا يتجاوب بشكل ممتاز، هناك ثقل في التحرك من تطبيق لاخر، من قسم لاخر، دخول على تطبيقات الجهاز لا يستجيب جيدا. تابعوا معي جيدا اخواني هذا الشرح وطبقوه وستشاهدون الفرق، ستشاهدون بأن الجهاز سيصبح سريع جدا. إذا كيف سنفعل الخيار إخواني؟ سنذهب مع بعض إلى الإعدادات، أول شيء إلى الإعدادات، وبعد ذلك ننزل على Device Preferences، أوكي، بعد ذلك About، وننزل للأسفل إخواني، وهنا سنضغط 7 مرات على أوكي لتفعيل خيار المطور. إذا 1 2 3 4 5 6 7، أوكي، You are now a developer، أنت الآن مطور. إذا نعود وسننزل لغاية ما سنجد هناك خيار إضافي اللي هو Developer Option، ننزل عليه بأوكي. والآن إخواني طبقوا معي جيدا واتبعوا ما سأعطيكم إياه، ولا تقوموا بتغيير أي خيار آخر. إذا سننزل لغاية ما سنجد Window Animation Scale، ولدينا Transition Animation Scale، ولدينا Animator Duration Scale. هنا إخواني كلهم على 1x، يمكن إخوان نغير الأولى للنصف، أو مثلا سنقوم بوضعه مثلا على off، نضع هذا على off، والثاني على off أيضا animation off، والثالث أيضا على animation off. والآن إخواني ستشاهدون بأن الجهاز سيصبح سريع جدا. نعود إخواني، نعود هكذا إلى الجهاز، وشاهدوا إخواني السرعة اللي يتحرك فيها الجهاز الآن. لاحظوا السرعة، يمكنكم تجربتها إخواني وتردوا عليها في التعليقات. ما رأيكم؟ الجهاز أصبح الآن سريع جدا إخواني، هناك سرعة في التصفح بشكل رهيب جدا. الأنيميشن هذه اللي كانت يعني ضروري أن يقوم بها الجهاز، الآن ألغيناها وأعطينا قوة للجهاز. يمكنكم إخواني مرة أخرى أن تضعوه على النصف، لو شاهدتم بأنه سريع أكثر من اللازم تضعوه على النصف. على العموم هكذا صار هذا الميتيفيستيك العادي الضعيف نسبيا في الرام، ممتاز جدا في التصفح إخوان. هذه الخطوة الأولى، قمنا بتسريع التصفح. الآن إخوان هناك تطبيق كنت أعطيتكم إياه في درس سابق اللي هو هذا التطبيق. نذهب على الابليكيشن، هذا التطبيق اللي هو باكراوند إخواني. الباكراوند هذا التطبيق أحبائي شرحته في درس سابق، هو مهم جدا لإغلاق التطبيقات اللي في الخلفية. نزله من البلاي ستور، موجود في البلاي ستور سبق أن شرحته. هذا التطبيق الرائع إخواني، يعطيكم التطبيقات اللي شغالة في الخلفية واللي تستهلك في الرام، تستهلك في أداء الجهاز. إذا أول تشغيل يمكن أن أضغط على أوكي. هذه كلها التطبيقات إخواني هي شغالة في الخلفية وأنا لا أريدها مثلا، أنا مثلا لا أريد هذه التطبيقات. طبعا أنا شرحت الطريقة هذه، طبعا سأضع لكم في الدائرة البيضاء طريقة تشغيل هذا التطبيق، وسهلة جدا. مثلا يوتيوب كيت، لأحذف هذا التطبيق، يمكنكم الضغط عليه فقط هكذا وفورس ستوب، أوكي، وسينزاح هذا التطبيق، لن تجدوه هنا في خانة التطبيقات. بعض الإخوة كان علق في هذا الفيديو قال لي يكفي فقط أن نقوم بإعادة تشغيل الجهاز، فقط ريبوت، وهذه التطبيقات اللي شغالة في الخلفية ستنحذف. أوكي، لنجرب، بأن نقول نكذب كلامه بأنه تبقى إخواني، يحتفظ بها الجهاز. لو قمت بإعادة تشغيل الجهاز بهذه الطريقة ريستارت، سأقوم بذلك على المباشر إخواني، سأعيد تشغيل قطعة الميتيفيسيك. يعني حسب كلامه بأنه إذا عند إعادة تشغيل التطبيقات اللي في الخلفية يعني تلغى. أوكي، سنعيد تشغيل الجهاز على المباشر إخواني، ننتظر، وسأشغل من جديد التطبيق وسنشاهد هل فعلا التطبيقات هذه انحذفت أم بقيت شغالة في الخلفية. يعني هذه التطبيقات حسب ما يمكن استنتاجه بأننا عندما سنعيد التشغيل يجب أن تعاد التطبيقات من الأول، يعني لن يكون هناك تطبيق مثلا كما شاهدتم تطبيقات شاهد وغيره شغال. لنجرب مع بعض إخواني كما عادتنا. إذا هو الجهاز عاد للعمل، وطبعا عملية التصفح لازالت سريعة جدا، سريعة للغاية كما قلنا. إذا نذهب على تطبيق
الباك جراوند. اوكي ها هو تطبيق الباك جراوند، ونشوفوا اخواني تابعوا معي جيدا، هل التطبيقات ذهبت ام تبقت؟ اذا لا زالت اخواني، لا زالت تطبيقات، يعني العمليه اللي شرحتها في الدرس السابق يجب ان تطبقوها دائما. ها هي تطبيقات اخواني اللي لدينا هنا، مثلا تطبيق شاهد اريد ان ازيحه من هنا، اضغط عليه وفورس ستوب. اوكي هدفناه، ونقوم بنفس العملية على كل التطبيقات. هذه الطريقة الوحيدة إخواني واللي هي علمية ومجربة لتسريع الجهاز. إذن طبقوا الشرح إخواني، التصفح صار سريع جدا إخواني، وخذوا بالكم وردوا بالكم من developer option، غيروا فقط ما أعطيتكم إياه، إما اغلقوها للأوف أو اختاروا 0.5 يعني نصف الواحد. أوكي جربوا من وانتم إن شاء الله ستنجحون في ذلك، واعطوني في التعليقات كيف صارت معكم العملية، كل من يمتلك جهاز الأندرويد تي في. إذن إخوان تحياتي لكم، كان معكم أخوكم محمد من قناة سيكريت أوف نت. قبل أن تودعونا دائما لايك للفيديو والاشتراك في القناة وأيضا تفعيل زر الجرس. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.